ولعك الطيارة كلها نزلت بالحاويرات، والعباس راح جات له امه قلت لك سلاح على السريع. هلو هاي شنو هاي؟ ايش نزل بجوز؟ يا بابا يا سمير راح اجي بسلاح ورب وحتى ناوله بالاسبوع ماكو. هلو 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 طقك ولك له شو تسوي؟ هلو هلو انحصرت حصلت الشنب بالجامع والله. ولك رجعوا رجعوا وكلام والله راح يقتلون بالنعال. يا الله كل ما يطبون يا الله يا الله يا الله يا الله ورب ميتت 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 واي ميتت. ألف الحمد لله والشكر ورب ما حد يدري بيه. أخوان والله مليت صار لي ساعة كم ربع الحاوية راح أطلع وش يصير خلي يصير ورب قلب صغير ودرج ذيبي خلينا نشوف بركة الناس تراح ربو انك ايش ماكو يا بابا وي بابا ابعد من وراي شيل الهواء العالم كذا عنده سلاح بس انا حظ مقير قول لي فيكتور يلا الرجال تجيني يا السيد اريد الرجال يطلع قبالي هلا هلا وشو تقول النوب عفن شكله تمطر شلاب هذا واحد قدامي انا عنك جايك اصبر لي شو دي تعال شي لعب قلبه والله دبلع لك مرض على الدار عفنشك والله ورب جاب اخوته وجو علي راح اصير وليت مخانيث وربي ايه شو دي تعال خل احضن هاي الخشبه وريد زلمة ابن زلمة يجي يوم ما جاني دبلع لك فطومة افنشك لو تنصر شلوب ورب صارت كرد واخوك لا يطيع صارت بن وعول شو بتعال خلا خد شغلاتك بس صفر ولو شوية خلا عالج وشوف ايش راح اسوي بالواد سهل كتل نتي شوفوا تعالوا خلنا اسوي لكم خطة الكذب وانا اعلمكم هلا 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 عزيز ما اخذ راحته فول على اخر نايم على بطك وين تبيتكم ابن الرقعة تستعملك مشهور اسطاني ايش وقت تتفنش هاي عور يلا حبيبي ارموا طيرة ابو صالح ورب تزلكم وياها مؤقتة لك ابلع وقلب ربوق الثاني راح يكمبر ادري فيك تخاف هسه قلبك واقع برجلينك يا الله اطلع والله ما اطلع لك لو مطي يسقط مطي اخوان ابد لا تستعجلهم بالفايت اوت ظلم اخذ كفر وهو راح يمل ويطلع لك وتكتله بالمعال وشوفوا هاي اللقطة هلو هذا وين يشمر النادي المطوي دبلع لك شي ما اخوان بقوا اخر اثنين بالعاويرات تعالوا شوفوا شو راح اسوي لهم خطة الشلم ولك شو 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 والله لازم تبقى قاعد وما تتنفس حتى دقات قلبك توقفن خشمك ما تحركه يوم ما جاني جد دمي ببلع لك زهورة دبلع ولكم برابيك يلا شغل معزوفة